ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني فيديو جديد. وفيديو النهاردة هيكون الفيديو اللي انا كنت وعدكم بيه، اللي هو بدائل البرفانات من شركة الرحاب. وحبيت ان انا اكلمكم عن جودة الشركة ديت. الشركة دي مظلومة جدا فعلا في جودتها، حلوة قوي واسعارها حلوة جدا، وكمان حجمها كويسة بالنسبة لسعرها، وبتحاكي برفانات غالية جدا، برفانات يعني عالمية ومنتشرة، ومع ذلك هي قدرت انها توصل يعني لأقصى التوقعات. فعلا فعلا ثباتها كويس قوي على سعرها وعلى يعني تقليدها للمنتج. مش عايزة اقول تقليد قد ما هي محاكاة واستنساخ. البرفانات بتاعتها حرفيا تحطيها تحسي كأنك حاطة البرفانة الغالية، ما تحسيش بأي فرق ما بينهم. يعني مثلا لو هتكلم عن فانتاستيك، فانتاستيك عندي بتحاكي بريتني سبيرز فانتازي، وهي يمكن الاسم قريب من فانتاستيك وفانتازي، بس هي تقريبا واحد. البرفانة دي تعبها الوحيد بالنسبة لي هو الباكج بتاعهم، زي ما انتوا شايفين مش الطف حاجة، بس بالنسبة لسعرها فتمام جدا ومش وحش على فكرة. دي بخمسين ملي، انا كنت جايباها حوالي ب47 جنيه، يعني سعرها حلو جدا 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 بالنسبة للحجم بتاعها وبالنسبة لأدائها. بتقعد حرفيا على الهدوم كتير جدا. انا حطيت فانتازي على ايد وهي على ايد، لقيتهم الاثنين نفس الريحه بالظبط، ما قدرتش افرق ما بينهم، لدرجه ان انا حبيت دي اكتر. بصوا حتى انا مخلصه منها قد ايه في وقت قصير. الكحول بتاعها ابدا مش من الكحول اللي ممكن يأذيكي او ان هو يعني ياثر على نفسك او يعمل لك حساسيه. بس يا بنات يا ريت لما نرش اي برفان مهما كان غالي ما نشمهوش على طول، نستنى شويه لغايه ما الكحول اللي فيه يطير وبعدين نشمه. مش ضروري ان احنا نشم البرفان على طول. وكمان كنت عايزه اقول لكم حاجه قبل ما اتكلم عن مكونات البرفان ديت واوريكم قد ايه مدى التشابه ما بينهم. انا كنت عايزه اقول لكم ان المفروض ان احنا نشجع الريحه او البرفان السنت بتاعته، اللي هي الاداء بتاعه، الريحه بتاعته، بعيدا كل البعد عن سعره. فانتاستيك من الرحاب هو برفان فاكهي، في فانيلا، في زهور بيضاء، حلو، في مسك الروم ناعم، وفي عنبر ومسك وورد، وبيصنف ان هو برفان شهواني اللي هو الجذابة. المكونات بتاعته كلها على بعضها كده خطية، نوتات فواكه، فانيليا، مسك روم، وعنبر ومسك، وياسمين، ورائحة توابل الورد. ده اللي مكتوب على الموقع. بس انا لما برشها ما بشمهاش خطية، انا بشمها يعني بشم الاول اللي هي نوتات الفواكه وبشمها بالترتيب كده. هما مش مقسمينها نوتات، لكن انا بشمها كده نوتات فواكه وبعد كده فانيليا، ويبتدي يظهر معايا بقى الورود. والهدوء بتاعها حلو قوي قوي قوي، ريحتها ريحه نظيفه، ريحه كلين، ريحه سويتي على خفيف قوي، يعني عامله اعتدال حلو قوي ما بين النوتات الفواكه والعنبر. طيب لو انا هتكلم عنها هقول هي برفان ثبات مثلا من 3 ل 4 ساعات، مش اكتر من كده لو رشيتي منها كميه حلوه. بس هو ده بالنسبة لها. وطبعا زي ما قلت لكم الباكيج بتاعها مش الطف حاجة. تاني حاجة هتكلم عنها هي ريد روز. انا كنت مبدلة العلب بتاعتهم. الريد روز هي دي علبتها، هي علبتها شبهها يعني شبه ريحتها، هي ريد روز وهي فعلا روز. البرفانة ديت من الطف البرفانات اللي ممكن تشموها، كريحة لطيفة جدا جدا جدا، فيها ريحة الروز عالية جدا، بتقلب في الاخر باودري بطريقه فظيعه. فعلا برفان يعني حلو قوي، ثبتها وهمني يمكن من اكتر اللي سبته معايا في الجروب ده كله. هي عباره عن ورود وفانيليا وزهور بس مش اكتر من كده، وهي برفانه ناعمه جدا جدا جدا. وريد روز من البرفانات اللي بتحاكي كينزو. اللي يعرف كينزو هحط لكم صورتها. كينزو من البرفانات العالميه المشهوره المعروفه جدا ان هي برفانه مميزه. ريد روز اللي معايا دي 35 ملي، و سعرها برضو كان بنفس سعر فانتاستيك، كان برضو 47 جنيه. انا كنت شايفاهم على جوميا على سوق موجودين ب55. الاسعار برضو بتتفاوت يعني من موقع لموقع من وقت للتاني، بس هي دلوقتي عامة 47 على جوميا لو حد حابب يطلبها. 35 ملي، ادائها محترم جدا 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 بجد، ثباتها حلو قوي. من البرفانات اللي لما بتحطيها بتحس ان انت حاطه حاجه محترمه بجد. البرفانة ديت بتتكون من حاجتين اتنين بس، ورد احمر وفانيليا، وهي فعلا لما بترشيها بتحس ان انت في ورد. يعني استنوا مرشوها معاكم تاني. بتحس ان هي ريحه ورد، هي ريحه ورد. عارفين في باودر كده من انشانتر برضو تقريبا لونها احمر حاجه زي كده، هي شبهها شويه يعني، هي مش هي بس هي شبهها، هي برضو تحسها ورود حمراء، بس انا بحس فيها احساس باودري اكتر، بحس ان انا حاطه بودره بريحه الورود الحمراء، فاهمين؟ بحس ان انا حاطه بودره جسم، بس هي ريحتها فواحه وحلوه قوي.
دي ريد روز. تالت برفان عايزه اتكلم عليها من العيله بتاعه الرحاب او من شركه الرحاب هي الينا. الينا من البرفانات اللي انا بصراحه ما حبيتهاش قوي، ومش عارفه هي ممكن تكون بتحاكي ايه من البرفانات، يعني على حد علمي انا ما اعرفش هي شبه ايه، ما شفتلهاش اقتراح او كده، بس انا مكوناتها لما قريتها عجبتني فقلت انا عايزه اجربها ومش هيجرى حاجه يعني لما اجربها. فالينا انا قريت مكوناتها وكانت كالتالي: هي فاكهيه زهريه حلوه منعشه واستوائيه ومائي وفيها مسك، وهي برفانه المفروض ان هي ناعمه. بصوا انا عشان ابقى حقانيه انا ما بحبش ريحتها عليا، انا بشمها على بنتي زي الفل، عجبتها فديتها لها. هي فيها ليتشي وخوخ ونوتات زهريه وكمثرى ومسك ابيض، وتقريبا انا مشكلتي مع الليتشي مش عارفه بس انا حسيتها رجالي قوي معرفش، بس هي لما بتحطها انا بحبها وبحسها فواحه وقويه، لدرجه ان انا نفسي بقول لها انت حاطه انهي واحده، لان هي واخده من برفانات كتير مني وهي بتقلبني على طول اول باول، بس بقول لها انت حطيتي من انهي يا جودي، بتقولي انا حطيت الينا او دي، فانا مش عارفه ازاي هي بتعرف او بتحبها، او يمكن هي بتبقى حلوه عليها. انا بالنسبه لي بحسها رجالي او مش عارفه، بحسها غريبه مش عارفه، بس ما حبيتهاش بصراحه. من رحاب وسوفت انا جبتها بالسمع ان هي شبه قوي برفان اسمه بينك شوجر، وانا عارفه بينك شوجر فقلت يعني بينك شوجر حلو وكده، ف واي نوت يعني اجرب حاجه شبهه مفيش مشكله، فجبتها. بصوا بقى يا بنات، سوفت يعني مشهوره جدا جدا في الرحاب، ومشهوره ان هي يعني مميزه، يعني مميزه ان هي بيست سيلر عندهم، هي عشان فيها كراميل وفيها حمضيات وفانيليا وفيها مسك وبلسمك وفيها كمان زهور، فبيقولوا ان هي يعني الحلاوه بتاعت الكراميل اللي فيها شويه شبه غزل البنات اللي موجود في بينك شوجر، بس يعني نسبه التطابق ما بينهم يعني مش كبيره، هما كلهم على فكره نسبه التطابق ما بينهم وما بين الاصلي يعني ممكن نقول في حدود 85% 90%، بس كاداء هما كويسين جدا، يعني هي ادائها حلو قوي وريحتها حلوه قوي، هي عباره عن كراميل وحمضيات وفانيليا ومسك ابيض واوركيد ونجيل الهند وياسمين وفيها اخشاب. انا لما بشمها الاول يعني اول ما بترشيهم بتحسي ان ايه، ان هم يعني فايحين قوي في المكان، بعد كده بتهدى بتبقى حلوه قوي، يظهر الحلاوه بتاعتها وبرده بتقلب معايا احساس بودري، مش عارفه ده احساس لوحدي بس انا بحس بكده، بحس ان هي بتقلب معايا احساس بودري، وبحبها على بنتي جدا لانها بنانيتي صغننه حلوه قوي، احساسها احساس مسكر كده، احساس ناعم ناعم ناعم، احساس ناعم قوي، وتحسي ريحتها متعارف عليها، يعني يمكن احنا عشان نعرف بينك شوجر وبينك شوجر موجوده من زمان، فريحتها مش فزه او مش مستنفره او مش غريبه، لا ريحتها حلوه حلوه وتحبيها وتحبي تجربيها. بعد كده عايزه اتكلم معاكم بقى عن القمر، دي احلى برفان جربته بعد، يعني هي فانتاستيك ودي هما الاثنين عندي في نفس المرتبه، خفت منها لما سمعت ان هي يونيسكس وان هي شبه برفان اسمه مونتال تقريبا، هوري لكم صورته. البرفان دوت عباره عن فانيليا وشوكليت وكده، البرفان دي بالنسبه لي ديوبلي، انا ما اعرفش هي بيقال في كل الريفيوهات الاجنبي اللي انا شفتها ان هي ديوبلي وان هي افضل ديوبلي وان هو غالي جدا وازازته معدن كده، هوريكم صورته. انا ما شمتهوش عشان ما بقاش يعني بقول اي كلام، لكن هي ريحتها بالنسبه لي وهم، لما بحس يعني احساس الشوكولاته لما ببقى عايزه احس ان انا باكل شوكليت انا برشها، دي عباره عن شوكليت بالحليب وفانيليا فقط لا غير، هي مكوناتها فيها حاجه تانية بس هي تشميها مش هتشوفي ولا هتشمي فيها غير الشوكليت، ريحتها حلوه جدا. احلى تصميم فيهم يعني لو هنتكلم في التصميم فهي افضل تصميم فيهم، حلو قوي تصميمها، بصوا من ورا فلات وقدام كده واخد زي كومبي كده، حلو قوي، هي بالنسبه لهم افضل واحلى شكل على المرايه، حتى غطوها برضو واخد نفس الشكل من قدام كومبي كده ومن ورا فلات، فهي وكمان على فكره لونها بيدل ان هي يعني غامقه عنهم لو تاخدوا بالكم، فتحسوها كده يعني اثبت او اتقل، هي ريحتها بصراحه بالنسبه لي وهميه، انا ما بشبعش رش منها بحبها قوي، لدرجه ان انا قلت انا مش هستنى لما هي تخلص، انا يعني هجيب واحده تانية قبل ما هي تخلص لان انا حبيتها قوي، وكمان بقيت بجيب اي برفان عندي فيه تشوكلت او نوتة التشوكلت ضعيفه فيه بحط منها ويعني بزودها عليه، عارفين انتوا بزود نوتة التشوكلت عشان احسها موجوده، فالتشوكلت فيها حلوه جدا جدا جدا، وانصحك اي واحده بتحب التشوكلت ونفسها تشمها تجيبه، واي واحده بتعمل دايت وبتحب التشوكلت تبعد عنها لانها هتشمها هتحس ان هي بتاكل تشوكلت، يعني بصوا اصلا العلبه بتاعتها عامله ازاي، بصوا علبتها علبتها عامله زي علبه الشوكولاته، يعني عامله زي علبه الشوكولاته تحس ان انت جايبه شوكولاتايه، فهي بجد ريحتها زي شكلها تتاكل، يعني عارفين اللي هو بتفتح النفس، هي ريحتها كده. هقول لكم بقى مكوناتها معايا هنا: توابل وفانيليا وشوكولات ومسك
ومسك وكاكاو وعنبر وفيها بلسمك. فتعالوا بقى نشوف ايه اللي موجود فيها. موجود فيها الشوكليت بالحليب والفانيليا والمسك والقرفه وريحه التوابل وخشب الصندل وعنبر ومر وورد. انا بقى اتحداكي ان انت لو شمتيها انك تشمي اي حاجه من الحاجات دي كلها. انت شتمي غير الشوكليت والفانيليا. الشوكولاته يعني البرفانه دي كميه سويت حلوه قوي قوي قوي، مش السويت بتاعت الفواكه اللي بتجزع خالص خالص، سويت حلوه قوي، سويت شوكليت، سويت جورماند اللي هي الحاجات اللي بتتاكل. يعني انصح اي واحده بتعمل دايت تبعد عنها عشان هتجوعها، واي واحده بتحب الشوكليت وبتحب ريحتها ومدمنها زيي تروح تجيبها على طول. يعني بجد البرفانه دي وهم وثباتها حلو قوي. ولو انت عندك اي برفان فيه شوكليت وريحه الشوكليت فيه ضعيفه وعايزه تقويها جهد، يعني بص تعملوا ميكس ما اقولكيش يعني تحفه. بس يا بنات هو ده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب ما اكونش طولت عليكم. ان شاء الله اشوفكم تاني فيديو جديد وفيديو ريحته احلى. مع السلامه.